فانت اكيد راح نشوفك معنا، هتحط لي في الكومنتس انه يعطيني العافيه انك انت لقيت الشغل او لقيت الوظيفه ان شاء الله يا رب عن طريق هذا الفيديو. مرحبا جميعا، جاسر مصطفى ووظفك وفيديو جديد. خلينا نبلش. اول شيء بدي افتح هذا الفيديو بان انا احكي لكم ان شاء الله طبعا تلاقوا الشغل اللي انتم بدكم اياه واللي يمثلكم مثل شخصيتكم. في هذا الفيديو انا بدي ابلش في جماعتي، جماعه الهندسه وجماعه البيم او البيلدينج انفورميشن موديلنج، لانه زمان ما حطينا وظائف عن هذا الموضوع. مطلوب معانا في هاي الوظيفه اللي عم بتشوفوها على السكرين بيم موديلرز. انا ما راح اقرا شو الكابشن تبع الجوب او شو الريسبونسبيلتيز او وات ايفر، هي موجوده معانا على السكرين، راح اترك لكم المجال انكم تقراوها. لكن اهم شيء بوظيفه البيم موديلرز او المهندس ان جنرال انك انت زي ما انت عارف بدك تشتغل على حالك بكميه وقدر كبير كبار وتطور دائما من السكيلز الموجوده عندك. اذا انت بيم موديلر ما تطلع انك دائما تضلك بيم موديلر، اكيد تطلع انك انت تطلع بالسلم الوظيفي من البيم موديلر لحتى توصل يمكن لبيم مانجر بيم دايركتور او وات ايفر البوزيشن اللي انت عم تطلع عليه في هاي الوظيفه. الوظيفة اللي بعدها اللي راح احكي عنها هي برضو للمهندسين، ومطلوب مهندس استيميشن الكتريكال، واللي مطلوب اما الكتريكال او ميكانيكال، واللي هو مهندس الكهرباء او مهندس الميكانيك. زي ما احنا كلنا عارفين مواصفات الوظيفة ومواصفات الشخص المطلوب موجودة في الاعلان اللي انت عم بتشوفه على السكرين، والسالري كمان مذكور. الوظيفة موجودة في دولة قطر، لكن هي موجودة للناس اللي موجودين اصلا في دولة قطر واللي معاهم NOC او نقل كفالة، الشركة موافقة عفوا انهم ينتقلوا منها لشغل ثاني، والايميل اللي انت بتقدر تقدم عليه. فاذا شخص موجود في دولة قطر بسرعة قدم على هاي الوظيفة، الراتب المخطوط راتب منيح فتوكل على الله. واستكمالا لنفس الوظيفة اللي حكيت عنها قبل شوي، حكينا عن الالكتريكال، فهلا عم بتشوف على السكرين الميكانيكال انجينير، الراتب منيح نفس المواصفات المطلوبة وراتب جيد وموجود تكون في دولة قطر ومعاك NOC وقدم على هذا الايميل. وشوفوا طبيعي ان جنرال انه وظائف الهندسة المطلوبة في دولة قطر هي وظائف كثيرة، لانه المشاريع الموجودة حاليا في دولة قطر هي مشاريع كبيرة، والمشاريع اللي تم ارساء العطاءات فيها على مقاولين هي مشاريع كثيرة وحجمها كثير كبير، ومطلوب مهندسين في كل الديسبلينز. فعلشان هيك راح تلاقي اعلانات كثيرة عن مهندسين مطلوبين انهم ينقلوا كفالتهم على الشركات اللي عم بتوظف. فمن الوظائف اللي انت برضه عم بتشوفها على السكرين وظائف في مجال الـ MEP Engineering Mechanical Electrical Plumbing او Public Health موجوده معانا على السكرين. فمطلوب معانا كمان اليوم سيلز ريبريزنتيف MEP، مطلوب معانا Electrical Engineer، مطلوب معانا MEP Engineer. طبعا هو MEP Engineer يمكن صعب شوي تلاقيها، ما فيش اسمه في الحياه Mechanical Electrical Public Health Engineer، جامع كل هاي التخصصات مع بعض. بس اذا انت برضو عندك سكيلز، انا كان معي بيشتغل مهندس ما شاء الله عليه كثير شاطر، كان بيشتغل معانا بنفس الشركه اللي انا كنت فيها، وكان جامع من عده تخصصات، معاه اكثر من تخصص في الجامعه والبكالوريوس، معاه ماسترز، معاه بي اتش دي، فكان MEP انجينير، هذا مش اشي مستحيل. ومطلوب معانا كمان لشركة فاير فايتنج وفاير الارم بنفس الاعلان مهندسين يكونوا متخصصين في هذه المجالات، ويكون معاه تصنيف المهندسين الموجودة دولة قطر، حكيت عنه في اكثر من فيديو من الفيديوهات الماضية انك تكون عامل تصنيف، بس الجريد اللي طالبينه مش جريد عالي، جريد سي، بتبلش متدرب، بعدين جريد سي، بعدين جريد بي، بعدين جريد اي، بعدين اتوقع مستشار. فعندك ابيليتي انك انت تكون جريد سي بسهولة، فبتقدم على اما رقم التليفون اللي موجود او الايميل اللي موجود على الصوره والموبايل اللي محطوط، بس حط قبله 00974 بتقدم، لانه هذا مفتاح دوله قطر. الشواغر اللي موجوده عندي كمان بنفس الصوره اللي انا عم بحكي عنها كنت، عم تحكي عن مهندس مدني، وعم تحكي عن مهندس الكتروميكانيك، وعم تحكي كمان عن مهندس تخطيط. مطلوب 2 مهندسين مدنيين، واحد من 3 إلى 5 سنوات خبره، واحد من 5 سنوات إلى 8 سنوات خبره، ومهندس تخطيط ومهندس الكتروميكانيك. تقدر تقدم على الايميل اللي موجود على السكرين، وان شاء الله اي حدا بيقدر انه يستفيد من هاي الوظيفه. وهون كمان في الصوره اللي عم بنشوفها على السكرين عندك كمان 3 وظائف لمهندسين بتقدروا برضو تستفيدوا منها. انا اللي بدي اياه منك انك انت تمسك الوظائف هاي، تبلش تقدم عليها وتظبط السي في تبعك، تظبط السكيلز تبعك، تظبط الشغل اللي انت بتشتغله او الشغل اللي انت اوريدي مشتغله، تعمل فيه لحالك بورتفوليو او ملف سابقه اعمال، وتبلش تقدم على هاي الوظائف لحتى تقدر تستفيد منها، وحتى اقدر انا كمان اشوفك معاي في دوله قطر وصير لاصحاب اكثر.
يعني موجودين في الدولة هون. وكمان عشان نكمل على وظائف المهندسين، فهي دورش قطر شركة استشارات هندسية موجودة في دولة قطر، شركة مرتبة طالبة بروجكت مانجر بخبرة 20 سنة، عشان ما نكون دائما مصرين انه نحكي عن وظائف من 5 او من 3 ل 10 سنوات خبرة، فهي كمان بروجكت مانجر بخبرة اكثر من 20 سنة مطلوب في دورش قطر، محطوط رقم تليفون قطري بتقدر انك تتواصل معه. بس في هاي الوظيفة هم مفضلين انه حدا يكون معاه جنسية بريطانية، والمشروع موجود في مدينة لوسيل، والمشروع عم بحكي انه عمره راح يكون 2 سنين، فانت عندك ability انك انت تقدم لهاي الوظيفة. هم حاطين preferably يفضل انه جنسية بريطانية، لكن مش a must، يعني مش شرط اساسي للوظيفة، وعشان طبعا جاسر قلبه كبير وبيوسع كل الناس، ما حنسى الناس اللي طلبت وظائف تعليمية في الجامعة. فهون جامعة حمد بن خليفة طالب وظائف تعليمية، ادخل على الويب سايت، ادخل على الكاريرز وشوف شو هاي الوظائف. ويوجول الجامعات والوزارات الويب سايت تبعتها ابديت بشكل دائم على كل الوظائف اللي بيحتاجوها، بكل المتطلبات اللي بيحتاجوها، وكل السكيلز والشروط المطلوبه لهاي الوظيفه. بتقدر انك تدخل على الويب سايت وتشوفها. وعشان كمان اكيد الوظائف التعليميه اللي حكينا عن الجامعات، فما راح ننسى المدارس، فهذا اعلان بيحكي لك عن وظائف في مدرسه بوظائف تعليميه. وبرضه في ناس ممرضين طلبوا توظيف، فمش شرط نكون في مستشفى او في عياده او كذا، فالمدرسه برضه طالبه موظفه او ممرضه تكون موجوده في هاي المدرسه. فهاي الوظائف اللي موجوده في هذه المدرسه متنوعه، 3 وظائف موجودين عندنا: الممرضه، ومدرس الفن والتصوير الفوتوغرافي، ومساعد إداري. فانطلق. بما أنه أجاني على واحد من الفيديوهات سؤال بيحكي عن موضوع الملاحة في دولة قطر، فأنا حطيت هذا الإعلان اللي هو في مجال ملاحة في دولة قطر. تقدر أنك تطلع على شو الوظائف المتاحة على هذا الإعلان، وده هاي الوظائف بتناسبك أنت أكيد راح نشوفك معنا. هتحطلي في الكومنتس أنه يعطيني العافية أنك أنت لقيت الشغل أو لقيت الوظيفة إن شاء الله يا رب عن طريق هذا الفيديو. وآخر وظيفة راح أختم فيها الفيديو تبعنا لليوم هي مع مجموعة الفطيم، وهاي المجموعة موجودة في دولة قطر وطالبة 3 وظائف: مهندسين مبيعات، ومساعد في خدمة العملاء، ومساعد في مجال المبيعات. فأدخل إن شاء الله وقدم، وبرضه حطونا في الكومنتس للناس اللي عندها وظائف ممكن تفيدنا فيها، حطونا في الكومنتس هذه الوظائف، خلي الناس تستفيد بأكبر قدر ممكن. واحكوا لنا كمان عن اشياء بتواجهوها بمجال التوظيف، او اشياء بتسهل على الناس اللي بتحضر هذا الفيديو في مجال التوظيف. لهون ان شاء الله لحد ما اشوفكم بوحدة من الوظائف اللي انا عم بعلن عنها. لا تنسوا اذا لقيتوا الفيديو مناسب او لقيتوا الفيديو مفيد، فمتحطوا لنا لايك، وتعملوا شير لاصحابكم لهذا الفيديو لحتى يستفيدوا منه، وتعملوا سبسكرايب للشانل لحتى تضلك دائما ابديتد وعلى تواصل مع كل الوظائف اللي بنحكي عنها، وفيديوهات التوظيف والكارير ديفلوبمنت اللي بنحطها على التشانل. ومش غلط اذا بتعمل لنا زياره للويب سايت www.gsobai.com. ومن هون لاشوفكم في وظيفتكم الجايه ان شاء الله. سلام.